على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله الإخوة خير الجزاء على قيامهم على هذه الحلقة العلمية التي ندعو الناس فيها إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وإلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والتحذير من الشرك بالله تبارك وتعالى، والتحذير من البدع وأهلها. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة الذي يدعيه كثير من الناس في هذه الأيام. في ناس كتار يدعوا اتباعهم أو اتباعهم لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم من أهل السنة والجماعة، بل وصل الحال إلى ذلك الخبيث البغيض المدعو الجفري يتحدث باسم أهل السنة والجماعة. ده الجفري صوفي طبعا، يعتقد أن الولي يخلق الجنين في بطن الأم، ويعتقد أن الولي ينفع ويضر، وغيرها من الكفريات والضلالات التي تفوه بها هذا البغيض الجفري. فهمت؟ هو يدعي أنه من أهل السنة والجماعة. أنت يا جفري، نحن عندنا رأي في الإسلام بتاعك، والله الذي لا إله غيره، زي الإزيرك. فهمت؟ الإزيرك ده محلي هنا بتاعنا سوداني. فهمت؟ يدعو إلى الكفر بالله عز وجل، وداك الجفري داك مستورد، ونحن كايسين لكم انتوا الاثنين، سوداني ما سوداني، تعالوا هنا عندنا دوري ممتاز. انت ازيرك والجفري وغيرهم من اهل البدع والضلال. فدا الان يتكلم عن منهج اهل السنه والجماعه، وقبل فتره عملوا مؤتمر ما عارف في شيشان وغيره، يتكلموا دار يقنعوا الناس انه التصوف والمنهج الاشعري والعقيده الاشعريه والعقيدة الكفرية والعقيدة الشركية هي من دين الإسلام. ده داري يوصلوا له الناس. إمتى؟ عشان كده نحن في الحلقات دي بنحك مع الصوفية حق شديد جدا. إمتى؟ عشان الناس تعرف إنه ده باطل. ده باطل. التصوف لا علاقة له بالإسلام. بل قبل كم يوم ولا امبارح سمعت في قناة بتاعت S24 القناة الفاشلة دي. إمتى؟ واحدة جايبينها بتتكلم، قال والحلاج بتثني على الحلاج. اللي بيقول أنا الله والله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، قال الله سأله قال لي تمنو، قال لا أنا إنت. إنت كفر بالله عز وجل، تثني على الحلاج وتثني على الصوفية، إن الصوفية هم دخلوا الإسلام في السودان، ونحن عندنا ألف دليل وألف ألف دليل إن الصوفية مرقوا الإسلام من السودان. إنت بيقدر ينقشون النازل، طلعوا الدين من البلد دي، الدين ده دخلوا صحابة، تقال لك دخلوا صوفية بكشاكيش، أوه والله لو بكشكوشكم ده ما يخش ولا شبر في البلد دي، البلد دي ما أصلا بترقص، ناقصة رقصكم أنتوا؟ نعم أصلا بيرقصوا. أنت التصوف دخلوا الشرك بالله عز وجل، الإسلام دخلوا الصحابة، عبد الله بن أبي السرح سنة 31 هجرية دخل الإسلام في البلد دي، الصوفية جو بعد 900 سنة دخل التصوف السودان. معناه الناس اللي قبليهم كانوا كفار يا صوفيه. ده كتاب طبقات والضيف الله ينطق بهذه المعلومه، انه التصوف دخل الاسلام دخل السودان بعد 900 سنه من الهجره النبويه. انت حتى بعد ذاك جاءت الطرق القادريه، سمانيه، كباشيه، مكاشفيه، غيرهم من اهل البدع والضلال، ديل جو مؤخرا. انت يعني البلد دي الاصل فيها ما جاء به الصحابه رضوان الله عليهم، ده الإسلام دخل البلد دي. أما الصوفية دخلوا الشرك بالله تبارك وتعالى في بناء القباب والأضرحة ودعاء الأموات، والشرك بالله عز وجل الذي حاربه الرسول عليه الصلاة والسلام. تقال الرسول حارب شنو؟ كان بحارب شنو؟ والقرآن الليلة اللي بتقرأه ده، القرآن ده بيتكلم عن شنو؟ بيتكلم عن الشرك بتاع الصوفية ديل، ما بيتكلم عن حاجة تانية. ربنا عز وجل قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء.
هسه في البلد دي الآية دي بتتكلم عن منو؟ الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كان عندهم أولياء، ذلك المشركين الزمان عندهم أولياء، الله قال أولياء، ما تقول لي أصنام، أصنام دي كانت شنو؟ ما زي الصنم بتاع البرع القاعد هسه وبتاع ودعسونا وبتاع الكباشي وبتاع المكاشفي والصائم ديما. القبب الآن التي تعبد مع الله جل وعلا دي عبارة عن أصنام، لكن أنت اللي بفهمك منو؟ أنت مباري لي قناة النيل الأزرق ومباري لي الإزيرك، أكذب من يمشي على وجه الأرض هذا الإزيرك، فهمت؟ أكذب زول كذاب. وذاك الجفري زي واحد نفس النسخة، بس ذاك بالعالمي وده بالسوداني، فهمت؟ وكله بنجغن، فهمت كلامي؟ فديل الآن المنهج بتاعهم ده منهج الكفر بالله عز وجل والشرك بالله تبارك وتعالى، ده منهج أبو لهب وأبو جهل، دعاء غير الله. بل أبو جهل وأبو لهب ديل كانوا ما حصلوا المرحلة بتاعة الدراويش الهسه ديل، ما حصلوا الكفر ده، والله الذي لا إله غيره. أبو جهل إذا 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 ضاقت به الحال ووقع في مصيبة كان يخلص العبادة لله تبارك وتعالى. الليلة لو وقعت في مصيبة تنادي شيخ هسي الأحسن منو فيكم؟ إنت ولا أبو جهل؟ كلكم سجن في رماد، لكن السجمان زيادة منو؟ إنت طبعا. إذا إنت زنقت إنا بخطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، ده كردفاني، إن مهما يكن من خطب فقم وانده وقل يا مرغني آتيك بسرعة. داك بنادي المرغني، ها فهمت؟ وقال نادر كينيك البرق رمش يلف الغرقان يبقى له ونش، تعرفت؟ أبو جهل ما كان بيقول الكلام ده، أبو جهل يشرك بالله عز وجل لما يكون مرتاح. أفهم الشرك يا صوفي؟ أفهم الشرك، ده الشرك بتاع جماعة زمان. إنت أنا فهمك الشرك بعد ذاك نقول لك ده شرك. ديلك زمان لما يكون مرتاحين بنادوا اللات والعزة وهبل وما أعرف ليك، لكن لما يتزنقوا بنادوا الله براه. إنت كلامي، إنت الليلة في الحالتين إنت الضايع، في الحالتين بتنادي أبوك الشيخ، إذا مزنوق أبوك الشيخ، عندك مشكلة أبوك الشيخ، مرتاح أبوك الشيخ، مرة ولدت الشيخ، ما ولدت الشيخ، الولد قاعد الشيخ، ممتحن يا زول إنت الشيخ ده شغال معك شكب زور؟ إنت أي حاجة الشيخ الشيخ؟ ده كفر بالله عز وجل. قلت لك أبو جهل لم يتفوه بهذه الكفريات التي تفوه بها أصحاب الطرق الصوفية، طريق القادرية، طريقة التجانية، الطريقة السمانية، كلهم الشيوخ بتاعينهم قالوا نحن الله ما عارفين فيكم منو الله يا صوفية، ورونا الله فيكم منو. الله بتاع القادرية قال أنا الواحد الفرد الكبير بذاته، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، ولا الله شيخ الطريقة التجانية إبراهيم الكولخي قال أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء إذا الأرض مدت والسماوات حقتي، ولا الله بتاع البرهانية اللي بيقول وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعد رحمتي. الله منو فيكم؟ من؟ ونحن إلهنا ربنا تبارك وتعالى، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، الآية. أنت كلامي؟ ده ربنا تبارك وتعالى. لكن أنتوا يا صوفية عندكم كم إله؟ ورونا كم في البلد دي. أبو حراس 99 ما عارف ليه قبة، ديلك ما شافوا فتحوا بلاغ في شيخ مزمل قال فيها قبب، ما هي فيها قبب، فيها شنو؟ فيها شنو؟ رواكيب مع قبب. قال منطقة تعود بالشرك، عيب الشرك، تاني أفتح واحد، أنت ولذلك ما شافوا فتح بلاغ، تاني أفتح بلاغ. والله تفتحوا بلاغات تجيبوا كلاشات، تجيبوا دوشكات، تولعوها ذخيرة، تقلبوها عكاكيس، ما بنخليكم يا صوفية، والله الذي لا إله غيره. شرك قاعد الآن ينشر، يضلل به العوام والنساء والآباء، والكفر بالله تبارك وتعالى. وداري خلوك وفي جماعات ماكلة، قبل كم يوم ضرب لي واحد مني على هناك، قال لي جانا حامد السماني، تبا له حيث ما حل حامد السماني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخزيه وأن يرينا فيه يوما أسود كيوم عاد وثمود. هذا المدعو حامد السماني ورفيقه لذلك كلهم،
مثلا أنا جوز الناس الحجبات والكفر بالله عز وجل والشرك بالله تبارك وتعالى وضلل العوام، والأكبر من كده أنصار السنة قاعدين جنبه ساكتين سايد ماكلين وقاعدين، أنصار سنة مركز عام طير عم يشوف الأكل بتاعك بوين، ما عندك علاقة بالدعوة دي والله قاعدين جنبه، أنصار سنة واحد فيهم فتح خشمه ما في، عاملين لهم معهد مع هذا الإمام مالك، وإن شاء الله الكلام ده أنا أسأل الله إنه يصلوا منك عطالة شفاتة راكدين هناك باسم الدعوة، أنت عاملين لهم معهد مع هذا الإمام مالك ويعلموا يحفظوا الأولاد المتون و و و و و أنت لكن بقول لهم ما تشتغل دعوة، تمشي هناك للشيخ كلام وهوس وبدع وضلالات، جاءت بها هذه الجماعة جماعة أنصار السنة المحمدية، فأنت عارف خلاصة الكلام إنه منهج أهل السنة والجماعة قائم على أمرين، الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك، والأمر الثاني متابعة النبي عليه الصلاة بدع والرد على أهل البدع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، قال وأهل البدع من أصحاب المقالات المخالفة للكتاب والسنة والعبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.